وحنا نستمروا عليهم بالليل. جات الفلوكة خرجنا ليها كنجري وحنا بربعة بينا. حتى كانت تفاجئوا بالحراق اللي قابط الموتور دير كاغولف وجوهم ضرقوا. كنت تفاجئوا بأنه جبد علينا بيستولي فردي وقال لنا اللي قرب عندي نتيري فيه. وديك الساعة كانت شي جوج ديال الليل الجوج ديالي ما بين جوج ثلاثة ديال الصباح بحال هكا. الفلوكة كاملة غير مرقعة. هذه أول نصبة. ثاني نصبة الموتور تيكون خاسر ما تيكملش بك الطريق. ثالث نصبة ليسانس ما تيكونش كافيك. وأخطر نصبة اللي هي أخطر نصبة تيطلعوا الحراقة وتيصيفطوا الدراري وما تيصيفطوهم بلا جي بي اس بلا شي حاجة. تيقول لهم خدموا الجي بي اس في التليفونات ديالكم باش ملي كتشعل انت التليفون تخدم الجي بي اس كتشدك لامارين ديال المغرب. المكلخ اللي ما قاريش اللي ما خدامش جلس في بلادك وكون ورضى بالمصير ديالك. راه حيت هادوك الناس راه ما غنتفاهموش معاهم وما غنوصلوش لبزاف ديال الحوايج. البحر محضي اول حاجة. راه ماشي البحر مترع غادي تطلع فيه تتحرك غادي يديك غادي تطلع معاه في الفلوكة وغادي تمشي صافي. راه البحر محضي راه كاينين لامارين في وسط من البحر تيشدو قبل ما توصل حتى للعرايش تيشدوك تيخرجوك في العرايش. السلام عليكم خوتي. اليوم جاو عندنا واحد القناة سميتها اش واقع. جاو يشوفوا شنو واقع نيت ويعرفوا واحد الموضوع ديال الهجرة اللي مخبي على بزاف ديال الناس ما تيبغيوش يجبدوه. خويا الموضوع ديال الهجرة اللي بغينا نهضروا عليه بغينا نصحوا به الشباب اللي عندهم البكالوريا وقاريين وكيساينوهم والديهم غيخدموا عليهم تيمشيو تيموتوا في البحر. هاد الشباب هما اللي بغينا نهضروا عليهم. انا واحد النهار اخويا كنت جالس في الدار مع شي جوية 12 ديال الليل صونع ليا واحد الصديق ديالي في التليفون قال لي هبط عندي دابا بغيتك. هبطت لعندو قال لي واش تمشي معايا لاسبانيا تحرق. قلت له نحرق نمشي معاك. قال لي طلع لبس الجاكيطة ديالك ويلا معايا. قلت له كي غادي ندير وانا ما عندي لا صوفطاج لا والو ولا حتى شي حاجه وغادي نمشي نطلع فلوكه ما كنعرف حتى شي واحد وادي وغادي نمشي. قال لي لا غير زيد الفلوكه خارجه بينا ولا بلا بينا غادي نمشي وغادي ندخلو نطلعو معاهم نرغبوهم ندير معاهم المستحيل وغادي نمشيو حيت هاد الفلوكه خارجه من عندنا من هنايا من المرصا ديال الرباط. وحنا نستمروا عليهم بالليل. جات الفلوكه خرجنا ليها كنجري وحنا بربعه بينا. حتى كانت تفاجئوا بالحراق اللي قابط الموتور دير كاغولف وجوهم ضرقوا. كنت تفاجئوا بانه جبد علينا بيستولي فردي وبحال ما كاين لا مخزن لا بوليس لا حتى شي حاجه اخويا فهمتي. جبد علينا فردي وقال لنا اللي قرب عندي نتيري فيه. وديك الساعه كانت شي جوج ديال الليل الجوج ديالي ما بين جوج ثلاثه ديال الصباح بحال هكاك. والظلام والبرد وخارجين هما غاديين في ديك الوقيته ودين معاهم شي 20 واحد ولا 25 واحد مطلعين وكاملين غير الشباب ودراري باقيين صغار. هذيك الفلوكه دخلات ضربات 15 ساعه في قاع بحر سال لهم ليسانس حيت هي اصلا المافيا اللي كتبيع لهم الفلايك كاملين بورين كيدخلوا لقاع بحر كيبداو يتحيدوا كيتحيدوا المسامر بقوه الماء كيبداو يبان لك المسامر ديال الخشب كيتحيدوا الموتور تيكون خاسر ليسانس ما تيكفيهمش وكيموتوا لنا الدراري. ماتوا اربعه ديال الدراري اخي عندنا حنايا في الحومه بسبب الهجره السريه. واحد عنده الباك واحد كيلعب كره القدم عيطوا عليه واحد النادي في قطر يمشي يلعب وغيكون راسه مستقبله ما تشوفا جوج حتى هما تشوفاو. وهاد الظاهرة اخويا ما بغاش تحبس فهمتيني ما بغاش تحبس عاد كتزيد الهجرة كتزيد تكثر عندنا في البلاد. والتفكير ديال الهجرة ما بغاش يحيد الدراري الشباب ما بغاش يحيد لهم من دماغهم. الامهات كيبكيو عندنا تيخافوا من وليداتهم شي ما بين الليلة وما بين الليلة ونهار حتى فينا هو كيقول لي انا خارج نتسخر راه مطلع فلوكة زاد مشى شو واش غيوصل ولا ما يوصلش في يد الله وكيمشي وكيموتوا في البحر. خفت ما قدرتش نعاود اخويا نطلع في شي فلوكه ولا نمشي مع شي حراقه ولا نمشي مع ان تعرضوا عليا بزاف ديال الحرقات نمشي مع عباد الله وما قدرتش نمشي. منين جبدوا علينا الفراده ما قدرتش نعاود نطلع مع شي حراق ونمشي معاه حيت الحراقه ما تيكونوش هازين غير الفراده تيكونوا مدوزين السلعه بمعنى السلعه هي مدوزين الحشيش اولا مدوزين الغبره يعني هادو تيكونوا مسلحين باش يتحاربوا مع المخزن باش فهمتيني. يعني حنايا كشباب كتبان له نتايا مواطن عادي يقد يخرجك معاه فلوكه ويقول لك يلا غادي نديك ويديك شرقاء بحر ويلوحك
ويكمل طريقه هو. اذا شكون اللي ضاع؟ ضاع داك الشاب اللي حاصل على البكالوريا وباغي يدفع للجندارم ويدير لدارهم كريدي وياخذ لهم الدار حيت دارهم تيسكنوا في الكرة. فهمتي اخويا ولا ما فهمتيش؟ انواع النصب اخويا اللي كينصبوا على الدراري هو كي بحال دابا كيجيو عندك شي يقول لك بحال دابا كاينه فلوكه خارجه، هاد الفلوكه اللي خارجه غادي تعطيهم 5000 درهم مضمونه غادي تمشي. انت كتعطي 5000 ديالك، 5000 درهم كتعطيها للبحري اللي كنسميوه حنا الحراق، تيشد 5000 درهم من عندك تيدير معاك الوقيته. ملي كيدير معاك الوقيته كيجيك على غفله، ما كتكونش انت عالم او لا عارف، كيعيط لك تيقول لك شوف نتلاقاو مثلا كمثال، ما بغيتش نعطي باش ما ندخلش في مشاكل وصراع مع شي ناس. كيقول لك مثلا نتلاقاو في البحر ديال بوشوك بالليل، يعني هذا ميساج وصلتو لشي ناس. تيتلاقاو بالليل تيلقاو الفلوكه واجده فيها ليسانس فيها الموطور، تيطلعوا تيداماري وتيمشيو. اول حاجه الفلوكه كامله غير مرقعه، هذه اول نصبه. ثاني نصبه الموطور تيكون خاسر ما تيكملش بك الطريق. ثالث نصبه ليسانس ما تيكونش كافيك. واخطر نصبه اللي هي اخطر نصبه تيطلعوا الحراقه وتيصيفطوا الدراري وما تيصيفطوهم بلا جي بي اس بلا حتى شي حاجه، تيقول لهم خدموا الجي بي اس في التليفونات ديالكم باش ملي كتشعل انت التليفون تخدم الجي بي اس كتشدك لامارين ديال المغرب وكتردك وكتعاود تعطي الحراق الفلوس وتيعاود يدير لك نفس المشكل. فهمتي ولا ما فهمتيش اخويا؟ راه هذا هما المشاكل ومشاكل النصب اخويا. عاوتاني كتعطي الانسان الفلوس ديالك كيشدو من عندك وتيقول لك شوف غادي تمشي غادي نديك غدا اضرب اضرب 16 ساعة 15 ساعة تلقى راسك او بزاف 16 ساعة 15 يعني انت ما غديني في جيت سكي ما غديناش فلوكة. ومع ذلك الناس كتشق في هذا الشيء هذا وكتمشي معاهم. خويا ماتوا الدراري في البحر، انا ما بقيتش باغي نحرق، انا بغيت نجلس في المغرب اخويا، واخا ما نلقى ما ناكل نجلس في بلادي ونقول عاش الملك وعاش الوطن ونجلس في بلادي اخويا. حيت انا داك الشيء اللي شفتو ما شافوهش بزاف ديال الناس، هي كيسمعوه من فمي، ولكن كون شافوه اولا تسجل غتبدل الفكره ديال الحرق، يولي الانسان باغي يمشي بالوريقات ديالو ويمشي فهمتيني يمشي بالوثائق ديالو يمشي بالزواج يمشي بهادي، ما غيمشيش يقطع في البحر حرب ويمشي ويركب يمشي مع وحدين ما كيعرفهم ما كيعرفوه، غادي يركب غادي يمشي معاهم هما ما كيعرفوهم، عاطي غير الفلوس. حنا شفنا دراري بلا ما نقول لك وكاينه في يوتيوب فلوكه بنهار الجمعه دخلات ودخلاتها لا مارين ديالنا هنايا ودخلوها المارينا وشفناها مدخلين حراقه، ودوك الحراقه دوك الدراري ها اللي عاطي مليون ها اللي عاطي جوج المليون ها اللي عاطي ثلاثه ديال المليون. يلا تخيل معايا نتايا داركم واخد من عندهم هذا المبلغ المالي وعطيه لواحد اللي رابح في الفلوكه واحد 60 مليون دايا في الفلوكه وجالس مع راساتو شاري فيلا في هرهوره وتيصيفط في الدراري تيموتوا. كي تيجيكم هذا الشيء هذا؟ هذا الشيء هذا راه ما كيدخلش للعقل اخويا. واش فهمتيني؟ انا كانت عندي فكره ديال باغي نهاجر ولكن انا جبدوا عليا الفراده ما بقيتش اخويا فهمتيني، الثقه ما بقاتش عندي فهمتيني في دوك الناس، حيت هذوك الناس ما تيتسموش مجرمين، هذوك تيديروا شي حاجه اكثر من الاجرام اخويا فهمت، يقد يلو حلي في وسط البحر حيت ماشي وقعات. واحد الدري عندنا في السويقه بلا ما نذكر الاسم ديالو الله يجعل ربي يرحمه، انا تنزل عليه الرحامات راه ولد الحومه ديالنا وصديق ديالنا والله يرحمه ويوسع عليه في هاد الوقيته هادي اخويا، راه جبدناه وراه ميتو في دار الحق والجوته ديالو مازال ما تجبداتش ومازال داره وما ارتاحوش عليه، راه صديق ديالي اخويا فهمتيني. هذا خرج مع دراري فلوكه وصلوا لقاع البحر دابزوا معاه حيت عنده الفلوس، كان هز معاه فلوس زايدين دي معاه 7 ديال المليون في جيبو كامله اورو صرفها وداها معاه، شدو حيدو عليه وضربوه بموس في الكلاوي ولاحوه في قاع البحر، الجوته ديالو مازال ما تجبداتش. الدراري اللي داروا هاد المشاكل هادي مازال ما تشد حتى شي واحد فيهم، كلشي في الديار الاسبانيه كلشي بلا ورقه بلا جوج مازال ما تجبد ما والو. وكنوجه ميساج للشباب، الشباب المغربي اللي قاري اللي واعي المكلخ اللي ما قاريش اللي ما خدامش، جلس في بلادك وكون ورضى بالمصير ديالك، راه حيت هادوك الناس راه ما غنتفاهموش معاهم وما غنوصلوش لبزاف ديال الحوايج. البحر محضي اول حاجه، راه ماشي البحر مترع غادي تطلع فيه تتحرك غادي يديك غادي تطلع غادي تطلع معاه في فلوكه وغادي تمشي صافي، راه البحر محضي راه كاينين لامارين في وسط من البحر تيشدو قبل ما توصل حتى للعرايش تيشدوك تيخرجوك في العرايش او يخرجوك في طنجة لامارين وتيخرجوك وانت ضعت لك جوج ديال المليون عطاها الحراق. اشترك الان في قناة اشواق تي في.
وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.